هذا يسأل عن رفع اليدين في الدعاء. الأصل في الدعاء ترفع اليدين، هذا هو الأصل، لأن هذا من أسباب الإجابة ومن آداب الدعاء، إلا في المواضع التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، مثل الدعاء في الركوع والدعاء في السجود وبين السجدتين والدعاء في التشهد الأخير، هذا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيه، فلا نرفع أيدينا فيه. وما عدا ذلك ترفع اليدين في الدعاء، هذا أكمل وأفضل. نعم.